مسجد الوعل أو ما يسمى أيضا بمسجد الخطباء ومسجد الأنصار، يعد من أقدم مساجد مدينة تريم حضرموت. ترجع تسميته بمسجد الوعل لعدة أسباب، يرجح المؤرخون ذلك لقيام الشيخ علي بن محمد المعروف بصاحب الوعل بهدم المسجد وإعادة إعماره وتوسعته، فقيل له مسجد الوعل على حذف مضاف أي مسجد صاحب الوعل. تأسس المسجد في القرن الأول الهجري، وذكر بعضهم أن تأسيسه في سنة 43 للهجرة، ويذكر المؤرخون أن مسجد الوعل أسسه التابعي الجليل أحمد بن عباد بن بشر الأنصاري الأوسي. يتميز المسجد بوجود ما تعرف بالمزولة، وتستخدم لمعرفة أوقات الأذان وفقا لحسابات فلكية. مسجد الوعل بخليفة هذا مسجد قديم، وأهم ما يتميز به وجود مزولة. المزولة هذه اللي هي لضبط أوقات الأذان، الأمر الذي يؤدي في الأذان هذا مهم جدا، وضبط الأذان الصلوات المختلفة بواسطة كان المزولة قبل عهد الساعات. مئات السنين منذ أن تم تأسيس مسجد الوعل بتريم حضرموت، ولا يزال يحتضن المصلين محتفظا بعمارته القديمة، ليكون شاهدا على عراقة التاريخ الإسلامي ومتانة البناء الطيني. لقناة المهرية، عبد المجيد باخريصة، حضرموت.